طبعا طريقة الـ RSA هي طريقة بسيطة، يتم استخدام خوارزمية بحيث يتم اقتراح عددين أوليين كبيرين جدا ليصعب التنبؤ بها. هذول العددين الأوليين بنسميهم، هذه الخطوة الأولى بنسميهم بي كيو. حلو. هلا بنوجد قيمة هي عبارة عن حاصل ضرب العددين الأوليين P و Q، بنسميها ايش؟ تساوي N. إذا N تساوي P ضرب Q. النقطة الثالثة بعد هذا الشيء بنوجد قيمة اسمها فاي، وهاي الفاي هي عبارة عن حاصل ضرب بي ماينس واحد، إذن إيجاد قيمة فاي، وهي فاي تساوي بي ماينس واحد في كيو ماينس واحد. جيد. طيب المرحلة الثالثة هي، طبعا هاي رقم ثلاث، المرحلة الرابعة هي إيجاد قيمة E، وهي طبعا هذه جزء من المفتاح العام. طبعا المفتاح العام والمفتاح الخاص عبارة عن زوجين مرتبين، قيمة الـ E والـ N نسميها المفتاح العام، وقيمة D مع N بنسميها المفتاح الخاص، وهلا راح نشوف كيف. إذا إيجاد قيمة E اللي هي طبعا هي عبارة عن عدد أولي بالنسبة إلى فاي، فطبعا هاي الاي يجب أن تكون أصغر من فاي، وهي أولية بالنسبة لفاي. شو معنى أنها أولية بالنسبة لفاي؟ إنه لا يوجد قاسم مشترك ما بينهم، وبالتالي يعني القاسم المشترك ما بينهم هو الواحد فقط، هو يختلف عن العدد الأولي العادي، حيث أنه العدد الأولي العادي هو لا يقبل القسم إلا على نفسه على الواحد. فإذا أي عدد أولي هو يعتبر أولي بالنسبة إلى فاي، لكن ليس بالضرورة أنه كل عدد أولي يكون يعني الأولي بالنسبة لفاي أنه يكون عدد أولي. فبعد ما نجد قيمة E، أو هي طبعا مش إيجاد الحقيقة، هي عبارة عن افتراض، نفترض قيمة E، وبعد ذلك نقوم بحساب قيمة D. خمسة، حساب قيمة D، وهو المفتاح جزء من المفتاح الخاص، بحيث انه حسب المعادلة اللي هي فاي تساوي اي في دي مود الفاي يساوي واحد. طبعا الاي معروفة، الدي هي اللي بنبحث عنها، الفاي ايضا معروفة،
فبذلك طبعا احنا بنصير نجرب قيمة دي من حد، من رقم واحد او اثنين، وبنجرب ارقام اعلى لحد ما نوصل لحل. هلا راح نوجد طبعا مثال، وكمان هو ايضا تدريب موجود في الكتاب، فراح نشوف كيف. طبعا احنا هاي المصطلحات، يعني انه بي وكيو وغيرها، هاي مصطلحات مش مهمة، يعني يعني ممكن تكون مختلفة من كتاب لآخر، لكن ما بتفرق معنا في عملية الحل. واضح؟ فإذا طبعا ستي نكتب المفتاح العام من المفتاح الخاص بصيغة زوج مرتب، يعني مثلا المفتاح العام راح يكون هو عبارة عن الزوج المرتب E مع N، والمفتاح الخاص يكون هو الزوج المرتب D مع N. هذا بالنسبة لخطوات اللي هو إيجاد المفتاح العام والمفتاح الخاص. ولكن بعد هذه العملية تتم عملية التشفير، معادلة التشفير باستخدام RSA تكون كما يلي، اللي هي إذا فرضنا إنه C هي السايفر تكست أو النص المشفر، راح يكون يساوي P اللي هو النص الصريح قوة E، وهي طبعا المفتاح العام مود 5، مود عفوا مود N. هذا هو معادلة التشفير. إذا هاي معادلة التشفير. أما معادلة فك التشفير، طبعا يمكن أن يأتي السؤال باستخدام أيضا الـ RSA، هي P النص الصريح تساوي C قوة D مود N، حيث إنه D هي جزء من المفتاح الخاص. إذا فك التشفير بالمفتاح الخاص، أما التشفير يكون في المفتاح العام، والـ N ثابتة مود N، الـ P هي النص الصريح. فلو كان عندنا سؤال، السؤال بيحكي كما يلي، إنه إذا كان عندنا بدنا نستخدم مثلا، المثال بيقول نستخدم العددين الأوليين 3 و11 لتشفير النص بي يساوي 8، النص كابيتال بي اللي هي بلين تكست طبعا، وهي مختلفة عن البي والكيو اللي هن برايمري نمبرز اللي هن سمول لترز. فهون إذا لنفترض إنه 3 هي البي و11 هي الكيو، فبالتالي طبعا أول خطوة هي إيجاد قيمة N، N تساوي P ضرب Q، ويساوي 3 ضرب 11، ويساوي 33. أما فاي فهي تساوي P ماينس 1 في Q ماينس 1، ويساوي طبعا P اللي هي 3 ناقص 1 في 11 ناقص 1، وتساوي 2 ضرب 10، ويساوي 20. الآن بدنا نفترض قيمة الدي،
نفترض قيمة E عفوا في البداية، بعدين نستنتج قيمة D. فحسب الكتاب طبعا، راح نرجع للكتاب شوي، نفترض قيمة ل E، خلينا نستخدم نفس الفرضية على أساس إنه دايما لازم تكون الأسئلة مدروسة، ما بصير إنه إحنا يعني نستخدم أي أرقام عشوائية. فهنا يعني حسب الكتاب بدنا نشفر البي، أو طبعا بعض الكتب بتسميها أم اللي هي يعني المسج. وطبعا هون بدنا نستخدم بدل رقم 8 انه الام هي 5، والاي افترضها هي الاي تساوي 7، فراح نستخدم نفس الارقام. فلو فرضنا اي تساوي 7، وهي اي تساوي 7 طبعا، هذا طبعا الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، تساوي 7 هي أولية بالنسبة لفاي. ليه؟ لأنه ما في قواسم مشتركة ما بينهم. طبعا يعني حكينا إنه ممكن تكون رقم أولي أو ممكن تكون أولي بالنسبة لفاي. طيب، صارت عندنا الإي معروفة والأن معروفة، إذا المعادلة اللي بدنا نوجد فيها دي، اللي هي دي في اي مود الفاي، يجب ان تساوي 1. اذا هاي المعادلة مهمة جدا. الدي مجهولة، الاي 7، اذا 7 دي مود الفاي معروفة اللي هي 20، يجب ان تساوي 1. فلو جينا جربنا دي تساوي 2 على سبيل المثال، 7 في 2 14، مد 20 يساوي 14، إذا ما بتمشي. طب إذا فرضنا دي مثلا تساوي 3، طبعا 7 ضرب 3 مد 20 تساوي 21 مد 20 ويساوي، يعني باقي القسمة يعني 20 تقسيم 20 1، والباقي 1. إذا هذه صحيحة، فإذا ممكن نعتبر إذا دي تساوي 3. هذا إحدى الحلول. الآن بعد ما أوجدنا قيمة دي، قيمة إي، إذا المفاتيح، المفتاح العام تبعي، المفتاح العام راح يكون هو الاي اللي احنا افترضناها 7، والان اللي هي 33. اما المفتاح الخاص فراح يكون 33. طبعا هي طلعت هون الدي تساوي البي، وهذا طبعا يعني مش مهم كثير بالنسبة لنا. الآن التشفير، المسج تبعتنا الأم أو البي كابيتال تساوي 5، إذا بنطبق القاعدة اللي هي سي تساوي بي قوة إي مود إيش؟ مود إن، ويساوي البي معروفة 5 قوة E اللي هي 7 مود الN اللي هي 33، ويساوي طبعا راح استخدم الكالكوليتر اللي على الكمبيوتر كالك. الشغلة بسيطة طبعا، إذا احنا بدنا نحسب بإيدينا بنحسب القسم يلا وباقي القسم اللي بضل معنا. طبعا راح احسب اول ايش 5 5 قوة 7،
راح نشوف قديش. 5 × 7 يساوي 78,000، 78,125 مود 33. طبعا لو قسمناها على 33، هاي تقسيم 33 يساوي 2367، والباقي 0.424. هلا يعني لو انا نقصت الرقم الكبير اللي هو 2367، 2367، بحيث احافظ على الرقم العشري، ماشي. هذا الرقم العشري اللي هو 0.424242 دوري، لو ضربناه في 33 راح يطلع معي الرقم 14، وهذا الرقم 14 إذن ويساوي 14. زي ما حكينا أخذت الباقي وضربته في 33، إذن سي تساوي 14. يعني هون طلعت هاي لو قسمناها على 33 اللي هي طلعت 2000 وإشي كسر. طبعا الكسر هو 0.424242، فضربناه في 33 طلع معي 14، وهو يعتبر باقي القسمي. أما فيما يخص طبعا لو بدنا نيجي نفك التشفير نتأكد انه رقمنا صحيح. طبعا اذا فكيت التشفير للرقم الناتج، هذا الناتج هو النص المشفر، لو جيت فكيت تشفيره لازم يطلع معي ايش؟ العدد 5، واضح؟ فهون طبعا بدي اعرف بي او ام من خلال النص المشفر. نقول هي بي تساوي سي قوة دي مود وات مود ان. طيب ويساوي السي 14، الدي قلنا اللي هي 3 × 3 مود 33. 14 × 3 راح احسبها، هاي 14 × 3 يساوي 2744. 14 × 3 اللي هي زي ما حكينا 2744 مود 33. هلا لو قسمنا 2744 تقسيم 33 راح يساوي 83 على بالقسمة، اللي هي راح تطلع 83.151515 دوري. طبعا بحذف 83 بظل 0.1515 دوري، بضربها 33 بيطلع عندي الباقي. إذا هاي ناقص 83، مشان نروح الرقم الكبير ضرب 15، ضربناها في 33 يساوي طلع عند الجواب 50. إذا الحل صحيح وهو المطلوب. هيك احنا طبقنا مثال كامل على عملية تشفير وفك التشفير باستخدام طريقة المفتاح العام. الطريقة هاي هي طبعا RSA، اللي هي طبعا طريقة التشفير باستخدام المفتاح العام. شكرا لكم.